أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية. نبدأها كالعادة بتحليل صورة الساطل، حيث نلاحظ سحب غير مستقرة بمرتفعات الأطلس بالهضاب العليا الشرقية، مع تكون سحب منخفضة بالواجهة المتوسطية وكذلك بالسواحل الشمالية والوسطى. غدا بحول الله بالمنطقة الشمالية طقس حار بالسهول دائما، مع تكون ضباب بالسهول الأطلسية الشمالية للبلاد، وبعد الزوال تكون سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب بالواجهة المتوسطية وكذلك بالسواحل الأطلسية، وتكون كذلك سحب غير مستقرة بمرتفعات الأطلس وبالمناطق المجاورة له، وقد تصل كذلك لمنطقة الريف، ستعطي زخات مطرية أحيانا عاصفية. درجات حرارة الليل ستتراوح ما بين 14 درجة ببولمان وكذلك بمدينة إفران، 16 درجة بوجدة، 18 درجة بتازة، و17 درجة بأرباط وكذلك بالدار البيضاء. وخلال الظهيرة سيشير المحرار بحول الله إلى 27 درجة بوجدة، 21 درجة بالسعيدية، 23 درجة بالناظور، 26 درجة بالحسيمة، 22 درجة بتطوان، 28 درجة بطنجة، 25 درجة ستسجل بمدينة العرائش، و24 درجة بكل من الرباط وكذلك بالدار البيضاء، 35 درجة بمدينة فاس و33 درجة بمكناس. بالمنطقة الوسطى للبلاد طقس نسبيا حار، وذلك بالجنوب الشرقي للبلاد. أما بعد الزوال يتوقع تكون سحب منخفضة بالقرب من السواحل، وتكون كذلك سحب غير مستقرة بمرتفعات الأطلس وبالمناطق المجاورة له وكذلك بالجنوب الشرقي، ستعطي زخات مطرية عاصفية. درجات حرارة الليل ستعادل 19 درجة ببني ملال، 22 درجة بورزازات، 17 درجة ستسجل بترودانت، و19 درجة بمدينة أكادير. ودرجات الحرارة القصوى ستصل بإذن الله إلى 41 درجة بزاكورة، 40 درجة بمدينة طاطا، 39 درجة بأرفوت، 37 درجة بكل من الرشيدية وكذلك بمدينة ورزازات، 33 درجة ببني ملال، و35 درجة بمراكش. بشمال الأقاليم الجنوبية تكون بعض الكتل من الضباب بالقرب من السواحل وببقي المناطق الأخرى، سماء قليلة السحب إلى صافية مع رفع زوابع رملية. ودرجة حرارة الليل ستصل بإذن الله إلى 17 درجة بالزاق وكذلك بقلت الزمور، و19 درجة بمدينة بوجدور. ودرجة الحرارة القصوى ستعادل 31 درجة بالزاق، 32 درجة بالسمارة ببكرع وكذلك بقلت الزمور، 25 درجة ببوجدور، 27 درجة بمدينة العيون، 23 درجة بكل من طرفايا وكذلك بمدينة طنطان. في اتجاهنا لأقصى الأقاليم الجنوبية يتوقع بحول الله أن يكون الطقس عموما مستقر مع سماء قليلة السحب. درجات الحرارة ستصل بحول الله إلى 19 درجة بالدخلة وكذلك بالكويرة، 18 درجة ببرنزران، 20 درجة بأوسرد. ودرجات الحرارة العليا ستعادل 36 درجة بأوسرد، 35 درجة ببرنزران، 27 درجة بالكويرة، و25 درجة بمدينة الدخلة. حالة البحر سيكون البحر بالواجهة المتوسطية وكذلك بالبغاز قليل الهيجان إلى هائج، وبالسواحل الأطلسية سيكون البحر دائما قليل الهيجان إلى هائج بعلو سيصل إلى مترين. المد بمدينة الرباط سيكون على الساعة بعد منتصف الليل ب 28 دقيقة، وعلى الساعة الواحدة بعد الزوال ودقيقتين. والجزر سيكون في تمام الساعة السادسة صباحا و 46 دقيقة، وفي تمام الساعة السابعة مساء و 10 دقائق. شروق الشمس بمدينة الرباط يكون على الساعة السادسة و 18 دقيقة، والغروب في تمام الساعة الثامنة و 36 دقيقة. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة، يتوقع بحول الله يومي الثلاثاء والأربعاء تكون سحب منخفضة كثيرة مصحوبة بكتل من الضباب بالقرب من السواحل، هذا مع تكون كذلك سحب منخفضة بالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وتكون سحب غير مستقرة بمرتفعات الأطلس بالجنوب الشرقي وكذلك بالمنطقة الشرقية للبلاد، بباقي المناطق الأخرى سماء قليلة السحب إلى صافية. أيام الخميس الجمعة السبت والأحد،
دائما تكون سحب منخفضة كثيرة مصحوبة بكتل من الضباب بالسواحل الوسطى وكذلك الجنوبية مع طقس نسبيا غائم سيعطي تساقطات مطرية بالشمال الغربي للبلاد. بباقي المناطق الأخرى سماء قليلة السحب إلى صافية مع رفع بعض الزوابع الرملية بالجنوب. وإليكم الآن توقعات دول المغرب الكبير أوروبا والشرق الأوسط.